احمد برضو انت لعبت كاس عالم. انا يمكن ما شاركتش فيه ما لكن كنت شاركتش اه موجود. لكن اه كنت اه كنت موجود في موجود اليابان الفتره دي. من بعد صفاقس، بعد مباراه صفاقس كان الجو مختلف، الجو مختلف زي ما قال لي عجيزي كده، زي كاس عالم مصغر على مستوى الانديه. وفعلا ادينا بشكل جيد وخدنا مركز ثالث، لكن كان ممكن الظروف صعبه علينا شويه لان فرق التوقيت، لان يعني كان في مصر بس هنا رحنا قبلها باسبوع. كنا ما هو ده اللي كان الفارق ما بين خمسه وسته. اه احنا في سته سوري في خمسه رحنا قبل المباراه الاولى بيومين ما اليابان، لحقناش. وكان في اليابان ها؟ كان في اليابان يعني فضلنا نلعب ماتشات. انا اتذكر هذا الامر في الدوري لغايه قبل السفر بيومين. وصلنا يعني اليابان نمنا صحينا اتمرنا لعبنا الماتش صعبه. لا احنا طبعا ما نمناش بقى، احنا 2008 ما نمناش. اه والله الكابتن مستر مانو جوزيه ودانا اتفاجئنا، قال لك هنروح، كان عاملين لنا مفاجاه، قال لك هنروح على التمرين. والاصلا الباص كله يا كابتن هاني نايمين، يعني احمد السيد وايينو وحسام عاشور كل الناس عشان دي يعني عشان ما تريحش لازم يفوقك برده شويه بالظبط عشان الاجواء سريعه تغيير يعني. الساعه بس ليك رحتوا قبلها باسبوع مانويل اكيد كان حوالي اربع ايام خمس ايام بالميه. اربع ايام بالظبط. احنا السنه الثانيه في 2006 ما انت اتعلمت بقى من خمسه. اه طبعا اتعلمت الدرس بتاع 2005 خدت الدرس بتاع خمسه اتغلبت الاتحاد جده واتغلبت الماتش الثاني على ما اتذكر برده مش فاكر مين، لكن دي كانت اول مشاركه، كانت اول مشاركه في كاس العالم. لكن في سته احنا رحنا قبلها باسبوع بقى مش باربع ايام. قال لهم لا، قالوا له دوري ساعتها اتحاد الكره دوري وبتاع. قال لهم لا دوري، دوري مين؟ انا هسافر قبلها باسبوع مش هلعب دوري ولا بتاع، هروح العب هناك واقعد هناك. لانه وده الصح قال لك ان عشان فارق التوقيت، يا اما تروح على الماتش يا تروح على الماتش وتلعب. ده مستحيل وده مستحيل. 12 ساعه يا اما، لانه سفر كبير جدا. او تروح قبلها باسبوع او اربع ايام على الاقل عشان تتاقلم على المواعيد. عشان تتاقلم انت بتقعد يومين يا كابتن، كمان انت بتقعد يومين قبلها تتعود على فرق التوقيت، تصحى امتى وتنام امتى.